مشاهدينا ومشاهديني التعليم العالي في كل مكان، برحب بحضراتكم حلقه جديده من برنامجكم شباب واراء. النهارده معانا طالبات كليه التربيه الفنيه، واللي هيكلمونا عن مواهبهم الفنيه وكمان هيكلمونا عن الدراسه في الكليه. برحب بيكم في البدايه غاده ادري، طالبه في سنه ثالثه وطالبه المثاليه على الكليه. اهلا بيكي والف مبروك الطالبه المثاليه. كمان معانا وعد ناصر، طالبه في الفرقه الثالثه والطالبه المثاليه على مستوى الاسره الطلابيه بكليه التربيه الفنيه جامعه حلوان. برحب بيكي يا وعد. الحقيقه نبدا معاكي يا غاده، اكيد الطالبه المثاليه دي مش حاجه سهله ابدا، صح؟ نبتدي من الطالبه المثاليه ولا نبتدي الاول اصلا من دخول التربيه الفنيه مش اي كليه تانية؟ هو دخول التربيه الفنيه طبعا ده مش يعني في ناس كتير فاكره ان هي مجرد موهبه، لا هي مش موهبه بس ان انا عندي موهبه فلازم ادخلها، لا هي الكليه بتدرب الناس ان هي حتى تتعلم الفن بكل انواعه. فانا كنت حابه المجال ده، حابه ان انا ادخل فيه وحابه ان انا اتعلم حاجات جديده. داخله عن رغبه ولا مكتب تنسيق في الاول؟ لا عن رغبه. لا طب جميل. مش مكتب تنسيق، انا يعني كان جايلي كليات كتير وحتى ناس كتير قوي تربيه فنيه ومدرسه رسم، بس انا كان عندي هدف معين، انا عايزه الكليه دي عشان حاجه معينه. بتحبي الرسم كنت يا غاده؟ انا بحب الرسم، بس هي الكليه مش رسم بس، يعني يمكن الماده الوحيده اللي بس عندنا المفترض ان هيدخل تربيه فنيه يكون كان حابب الرسم ثانويه عامه وكده. طبعا يعني، بس هي الكليه زي ما بقول لحضرتك هي مش رسم بس، لا هي بتعلم حاجات كتير جدا في الفن، اقدر بعد كده اخرج للمجتمع فاهمه في حاجات كتيره قوي حواليا. ده اللي هنفهمه منك بقى، يمكن الناس فعلا عندها تصور ان التربيه الفنيه يعني رسم وبس، احنا هنفهم منك اكتر يعني القصه. هنسألك بقى على الطالبة المثالية، بس هنروح بس الوعد الأول، وبرضه الوعد هنسألك نفس السؤال، دخلتي تربية فنية عن رغبة ولا كان مكتب التنسيق في الأول؟ لا أنا كنت ناوية أدخل كلية، يعني كنت حاطة في تنسيق كليتين، فنون جميلة وتربية فنية، برضه حاجة فيها فن ورسم. حاجة فيها فن، فجالي في التنسيق تربية فنية، بس هي كلية يعني دخلها يعني حلوة. أنت حباها وكنت حابة حباها الرسم جدا برضه. حابة الرسم جدا. تمام. طيب هنسألك بقى يا غادة، هو الناس تصورها عن كليات الفنون التربية الفنية، فنون جميلة، فنون تطبيقية، انها كلها يعني ذات من الرسم وبس؟ كلياتنا بتختلف عن باقي الكليات، لان كليات احنا هنعرف منك بقى الفروق بقى كلها، يعني قلنا ايه تربية فنية وايه فنون جميلة وايه فنون تطبيقية. بالظبط، كلياتنا احنا بندرس الفن عموما بكل انواعه، سواء اشغال، معادن، نجارة، اي حاجة بتخش الفن. لكن فنون جميلة ليهم تخصصات معينة زي مثلا ديكور، رسم، تصوير في كذا كذا حاجة في فنون جميلة. فنون تطبيقية نفس الموضوع، احنا الميزة عندنا ان احنا الخمس سنين بندرس فيهم كل ندرس حاجة، كل حاجة متصلة، فببقى خارجة فاهمة الفن عموما عامل يعني فاهمة الحاجة. ده في المواد التربوية تؤهلكم انكم تكونوا معلمي تربية فنية؟ هو احنا تثقيف بالفن. احنا تثقيف بالفن. ايه تثقيف بالفن بقى عشان نعرف منكم، احنا مش فاهمين الكلام ده، يعني ايه تثقيف بالفن؟ قسم تربوي، هو قسم هو في اقسام جوه تربيه فنيه؟ هم قسمين بس اللي هم ايه في سنه ثالثه، تربوي او تثقيفي. تربوي ده بيأهل الناس ان هم الطلبه ان هم يخرجوا يبقى معلم تربيه فنيه. اما تثقيفي فده بيتعامل مع الاثر والثقافه والحاجات اللي هي المنشات العامه عموما في المجتمع، اللي فيها يعني مؤسسات فنيه ومحتاجه الناس تفهمهم ايه اللي بيحصل في المؤسسه الفنيه. طب جميل، ده برضه ما كناش نعرف ان فيها اقسام، احنا فكرنا بس يعني شغل عام بس ما فيش فيها اقسام. طيب وعد، يعني الحمد لله دخلتي تربيه فنيه، لقيت اللي انت كنت عايزاه في الكليه هو اللي بتدرسيه ولا اعلى ولا اقل ولا ايه بالظبط؟ لا انا لقيت حاجات زياده، يعني انا كنت فاكره ان لما ادخل اتعلم رسم واطلع درست رسم زي ما بيقولوا، لا لسه لقيت اقسام كتير، يعني زي النحت، الخزف، النجاره، المعادن، الاشغال الفنيه، في اقسام كتيره قوي، فحبيت الكليه اكتر. تمام. الحمد لله الحمد لله. طالبة المثالية دي مش من فراغ يا غادة، صح؟ أول مرة كنت تقدمي على طالبة مثالية ولا قدمت عليها قبل كده؟ لا أنا واخداها دي السنة الثالثة على دي بتاخديها لا 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 ده موضوع كبير بقى. موضوع كبير. طيب 3 سنين ما شاء الله طالبة المثالية، ده شيء طبعا مش بيجي من فراغ يعني. الحمد لله. ولأن أول المعايير اللي بيحكموا على أساسها إنه حد طالب مثالي وإنه ما شاء الله يستمر 3 سنين، يعني ده شيء جميل الحقيقة. في منافسة كل سنة طبعا مع فثلاث سنين ما شاء الله ده حاجة كويسة. كانت منافسة كمان مع وعد، لأن وعد طالبة مثالية على مستوى الأسر. الأسر على مستوى الكلية. طيب هنعرف منك بقى. الطالبة المثالية أول حاجة عشان أقدم فيها طبعا تقديري لازم يكون عالي في الكليه، مش جايبه تقدير مثلا مقبول او حاجه. تاني حاجه الانجليش بتاعي كويس، معلومات عامه نفس الموضوع. بعد كده بتاهل على مستوى الجامعه، انا واخداها الخامس على مستوى الجامعه ما شاء الله. تربيه فنيه هي يعني جماعه بتجيب مواهب كويسه جدا. الحمد لله دخلنا الكليه، شرفوا الكليه بقى بتاعتنا الحمد يعني لله. الحمد لله رفعت اسم الكليه كتير ما شاء الله عليك. تمام. بس في الجامعه بنبدا بيعملوا اسئله واجوبه وتصفيات وكده يا غاده، نوعيه الاسئله بتبقى عامله ازاي؟
أسئلة، الأسئلة العامة بتبقى في كل المجالات عموما، يعني سواء أدب سواء طب سواء علوم أي حاجة، أسئلة معلومات لازم عامة معلومات عامة عموما. صعبة ولا سهلة كانت؟ هو في الكلية إلى حد ما شوية، سهلة. لكن في الجامعة طبعا بتبقى صعبة جدا جدا. طب هتبقي مجهزة لها ازاي يا غادة؟ هو طبعا أنا عن نفسي بحب القراية، ففي عندي شوية معلومات عموما في المجالات عموما، طبعا بكون مجهزه لها من قبل كده، بحاول اقرا مثلا معلومات عامه على النت اكتر، ادور في الحاجات اللي انا لسه ما قريتش فيها شويه. طبعا اكتسبتي خبرة بعد اول سنة لتاني سنة لتالت سنة، حسيت طبعا ان الامتحانات بقت اسهل يعني. هي مش اسهل، بس عشان طبعا الامتحانات بتختلف، بس لا انا الفكره ان بتكلم انا انه بدات اخد ثقه شويه ممارسة في يعني اول خلاص تجربه الامتحان. بتختلف. تمام طيب ده تمام والحمد لله محافظة على المركز بقالك 3 سنين الحمد يا غدا. لله. الحمد لله ان شاء الله عقبال السنة الرابعة باذن الله. وعد برضو تحكي لنا على قصة الطلبة المثالية على مستوى الأسر، يعني إيه أصلا؟ إحنا تخيلنا برضو إن المستوى الطلبة المثالية بتبقى على مستوى الكلية أو على مستوى الجامعة، لا ما هو أعرفش على في مستوى الأسر. على مستوى الأسر دي جديدة ولا من ومستوى زمان؟ اجتماعي؟ لا موجود من زمان، بس أنا لسه يعني أول سنة أول أخد تجربة أول ليها يعني. تجربة ليا، طب فكانت حلو أوي. صعبة شوية، ما كنتش عارفة ايه الأسئلة، ايه الناس اللي معايا كانوا جامدين يعني. فامتحنت على مستوى الكلية والأسر، الحمد لله نجحت ورحت لمستوى الجامعة، بس كان الأسئلة المعلومات العامة كانت صعبة، كانت في كل حاجة في المجالات كلها. غدا يا غدا يعني هي بتذاكر الفكرة. من وراكي خلي بالك. لا لا هي كانت معلومات، احنا بنقرا معلومات عامة ونعرف حاجات كتير، بس الأسئلة كانت كتير، وفي فرنساوي وفي امتحان انجليش ومظهر وشخصية، وكان الموضوع حلو يعني يعني. حلو قوي الفكرة لانكم مهتمين اصلا الحقيقة بحاجة زي كده. ايه اللي خلاكي تهتمي بحاجة زي كده؟ ايه هو يعني حاجة جديدة عجبني، ان مثلا اكون حاجة في الكلية غير الرسم والفن وحاجة ضمن الإدارة. هي الطالبة المثالية عموما بتأهل الطالب ان هو يسافر بره كمان كمان، يعني لسه ما مثلا سافرتيش يا غالي؟ السنة اللي فاتت جات لي سفرية لألمانيا، بس حصلت ظروف فما قدرتش اسافر السنة دي، يعني يعني في غير ربنا الناس يسهل اللي ما ان شاء الله. بينجحوش بيتأهلوا ان هم يسافروا، يعني في دكاترة بيكونوا موجودين يلاقوا الطالب ده مظهره كويس، بيتكلم كويس، انجليش بتاعه حلو، اللغات بتاعته حلوة، فهم واخدينه حتى لو ما نجحش في الترتيبات اول وتاني وتالت بتبقى ياخدوه. رحلة تعليمية مثلا او رحلة تثقيفية تعليمية مختلفة. تثقيفية. تمام ربنا يوفقكم ان شاء الله يا ونقابلكم رب ان بعد شاء الرحلة الله بقى اللي هتاخدوها بإذن ان شاء الله الله يا يعني. رب ان شاء الله. تمام طيب الحقيقة عايزين نعرف منكم برضو بالنسبة للدراسة في الكلية، يعني طبعا واضح كده انكم مشاركين في نشاط وفي نفس الوقت ما شاء الله محققين بندرس نتائج كويسة في الكلية وكده، الحمد عايزين لله. نعرف التوفيق بين الاتنين ازاي، وهل مهم ان الطالب يعني لما يدخل الجامعة يمارس نشاط او يشوف يعني يعمل حاجة عشان ما يخرجش من الكلية زي ما دخل فيها ولا؟ لا هو لازم، يعني انا عن نفسي هو طبعا بترجع للطالب هل هو بيحب إذا يمارس كان عنده نشاط او لا. الاستعداد طبعا طبعا، أو يقدر يوفق. بس في حال يعني النشاط هي ما بتعطلش، بالعكس دي بتدي ثقة اكتر للطالب في ان هو يتعرف على مجالات اكتر، خصوصا ان احنا عندنا مجال الفن مجال مفتوح. طبعا فانا طبعا علشان انزل في المجتمع او اتعرض مثلا ان انا هروح السوق السوق، لا لازم يكون عندي خبرة قبل كده في المجتمع، عارفة الناس بتفكر ازاي، عارفة سوق العمل ماشي ازاي. فالانشطة بتدي الى حد ما جزء صغير من الموضوع ده، فطبعا لا الانشطة يعني بتساعد يعني. بتساعد كتير. تمام طيب بالنسبة لك يا وعد برضو أول ما دخلتي الكلية دورتي على نشاط فين ولا استنيتي شوية كده لا وركزتي الدنيا استنيت بيحصل فيها شوية ايه؟ اشوف الامور في الكلية ماشية ازاي، اقدر اتعامل ازاي مع الدكاترة مع المواد، وبعد كده بدأت اشتغل في الانشطة زي يعني السنة دي. بس دخلت نشاط جوالة في سنة اولى، وكان الموضوع حلو وتمام، وتعرفت على ناس جوالة بتسافروا برضو مش كده؟ لا هي بتبقى معسكرات الطلبة البنات معسكرات داخل الجامعة. داخل الجامعة. داخل الجامعة تمام ناجحة المعسكرات الحمد لله كانت ولا ايه؟ لكن الحمد لله انا كنت واخدة اول رحلة خلوية. لا استني بقى عشان نفهم استني. ايه رحلة خلوية؟ كأن احنا عارفينها يعني، آه يعني لا ليه رحلة خلوية؟ خلوية بتبقى ايه ما رحلة خلوية؟ بصي احنا بنبقى مجموعة طلبة فهمينا كل نشاط كل الجولة بقى كلية. يا يعني انا استفيد منك يا وعد بقى، ايه نشاط الجولة اصلا والمفهوم اللي انت قلتيه دلوقتي ده ايه الرحلة النشاط الخلوية؟ الجوالة هي معسكرات، معسكر بنتعلم فيه الاعتماد على النفس، بنتعلم فيه اسهل او ابسط حاجة ممكن نستخدمها يعني بعيدا عن التكنولوجيا. يعني كنا بنبني الخيام، بنعمل رحلة خلوية، الطهي الخلوي، بنعمل الأكل باستخدام البني ده انت الفحم. دخلتينا في الطهي الخلوي واحنا مش عارفين احنا لا ما الخلوي هو كل ده كل ده جوه في انشطه الجوالة. جوه الرحله الخلوي، لازم يكون في جوه يعني الجوله هي المجموعة عباره عن رحله الجوية خلويه بتبقى من عاملة اولها زي مثلا الصحراء، عارفة صحراء الجو يعني السفاري تعملي كده؟ تروحي سفاري. ايوه بتعملي سفاري زي كده. خيمة تقعدي تعملي أكل على انت الفحم.
استني بقى، كده. بتعملوا ده فين؟ جوه حرم جامعة حلوان بقى في حلوان؟ بيبقى في مكان صحراء ما كبير، هي هو ما شاء اصلا الله هناك مخصص المساحة صحراء يعني، مساعدة جدا. عند في مبنى هناك اعداد قادة، معهد اعداد القادة، هناك رحناه قدامه. برضو. بس يعني هو برضو في الصحراء لوحده. ما هو ده فبتعملوا خيام المكان. هناك بقى؟ وبيبقى فيه سمر ورحلة خلوية، حاجات يعني، حاجة جو حلو، جو بعيد عن الموبايلات والنت وبتبطلوا والحاجات بقى دي. الانترنت والموبايلات والكلام ده؟ ممنوعة ولا لا مش في ممنوعة، بس معسكرات اصلا؟ فيها انتوا مش بتبقى فاضيين بقى معسكرات. للحاجات دي؟ هي بتبقى صعبة شوية. ايه اللي بقى الطهي الخلوي؟ الطهي الخلوي ده عادي، بتعملي اكل على الفحم، تولعي الفحم من غير نار، طوب نقعد نولع وحاجة. الفحم كده يا شيخ، ده بتعملي الانسان اكل. الحجري ده. ايوه وبعد بالظبط. وجولة علموكوا ساعات طريقة، بتولع وساعات بنجيب بتجيبوا كبريت ايوه بالظبط عشان كده. نبقى حقيقيين يعني. بس تطهوا الاكل على على الفحم. الفحم طب والاكل بيبقى عامل ازاي بقى المطعم الفحم؟ بيبقى طالع حلو، على حسب بقى اللي بيطبخ، ذوق اللي ذوق بيطبخ. اللي بيطبخ. تمام. اي نوع من الاكل ممكن بيتطبخ بالطريقة اي دي؟ نوع، لحوم، اللحوم، دواجن، اي كل حاجة، حاجة. خضار وكل حاجة. تمام طب ابقى اعزمونا بقى على الاكل ان الخلوي عشان شاء الله. نذوقه بقى. ده جواله، بس هو دايما معسكرات فيه كتير، بتعمل معسكرات. معسكرات تبع تمام. الكلية في مركز العلاقة يعني. عارفة، انا بسألك انتوا بتعملوا ايه كده، لانه اكيد بجد في طلبة ما تعرفش انه هيبقى الجو فعلا ممتع كده وظريف انا يعني، كنت مش وحش. رايحه على اساس ان يعني هنقعد في الصحراء ونرجع بيتنا وكده، لا بس الموضوع طلع صعب وحر بس ممتع في نفس الوقت، ان انت بتبقي مع صحابك زمايلك انا شخصيا بتساعدوا لو حد بعض. قال لي تعالي كولي الاكل الخلوي ايوه. اقعدي في الصحراء اقول له لا شكرا، انا لا عايزه اقعد في التكييف لو لا سمحتي. والله يبقى حلو قوي بجد، جميل. هي عايزه استعداد طبعا يعني. طيب الحقيقه يعني بنتمنى توفيق، ومهم ان بجد يعني عارفه تجربوا حاجات جديده يمكن تعجبك يمكن لا. تجربي جربتي بقى انشطه نجرب. تانية ولا هي دي بس؟ لا انا جربت بس الجواله. ناويه تجربي واتفرجت. حاجات تانية ما؟ كنت ناويه اشوف باقي الانشطه اللي موجوده في الكليه ان تمام، شاء الله. ربنا يوفقك. غاده، مارستي اي نشاط بقى في الجامعه برضو ولا ايه؟ انا نائب رئيس التحرير. طب يا ستي حاضر، خلاص ثلاثه مثالي ونائب رئيس التحرير، ما تزقيش بس. الانشطه كلها. ما شاء الله عليك، نائب رئيس الاتحاد برضو. كنت في اسر بقى في الاول وكده ولا؟ كنت في اسره اكاديمي مسرح، وده اللي يمكن دخلني الاتحاد اصلا، لانه اللي طبعا انا ليه. الاسر هي اللي بتشجع ان الطالب يتعرف فبيروح الاتحاد. بالظبط. لا هي الاسره نفسها يعني كانت جوه الاتحاد، يعني انا كنت عضو في في الاتحاد الاسر فتره اللي اولى. جوه الاتحاد. فده في حد ذاته خلاني اشتغل تتصاعدي اكتر بقى. واتصعد. بعد كده لحد ما بقيت سنتين دلوقتي، كان ما حصلش انتخابات السنه دي في الاتحاد، فاحنا تمام، ماسكينها بقى لنا سنتين، من سنه تانية لنا مسيطرين سنتين انتوا بقالكم سنتين اتحاد وثلاث سنين بس. فتاة مثالية. طيب بالنسبة للاتحاد بقى يعني نشاطك ايه في الاتحاد، او كانت يعني ايه الاسر كنت كان نشاطك ايه في الاسر عشان توصلي لنائب الاتحاد يا قدر؟ هو نشاطي ايه في الاسر، كنت دايما بحب مثلا ان احنا نعمل حاجات توعيه للطلبه عندنا في الكليه عموما، يعني كشغل الاسر عموما زي مهرجان الاسر مثلا التنشيطي، مهرجان الاسر الكبير ده كنت بشارك فيه اكتر، فتعرفت في الجامعه كتير في ما الانشطه شاء وكده، الله. تمام، فبدات عملتي اتصاعد. شهرة يعني عشان عملت عملتي لك شغل قاعدة كده. شويه. تمام. فطبعا ساعدت على المستوى الاتحاد فوق، ان اكون نائب رئيس الاتحاد. انت رئيس عارف الاتحاد بقى، ولد ولا بنت؟ لا بنوته، لا ما انا كنت لسه بقول البنات كنتوا مسيطره. مسيطرين صح؟ البنات ان هي فيها مسيطره اولاد جدا. ولا النسبة قليلة لا شوية؟ في ما اولاد، بقولك بس نسبة اقل شوية من البنات. اقل كتير، اقل كتير. كتير تمام، فالبنات طبعا مسيطرة على الاتحاد مسيطره في كل ومسيطرة حاجه، طالبة مثالية كل حاجه. ومقفلين كلية التربية الفنية وجامعة حلوان. طب دي مشكلة ولا حاجة كويسة من وجهة نظركم؟ هي البنت بتفرض نفسها، جميل، بتفرض شاطرة يا نفسها غادة، طبعا. جميل. ايوه انا برلمان مرأة، عضو برلمان لسه مرأة هنخش على كمان. مش سايبة انتي يعني فطبعا ان شاء فوق الله. المرأة يعني، ف تمام. المرأة مسيطرة، فده شيء إلى حد ما طيب انت كويس لما يعني. بتشوفي ان المرأة مسيطرة يعني انتوا كطالبات الحمد لله ناجحين يعني بتحققوا الحمد حاجة لله. الحمد والدنيا لله. ماشية تنسيق، المرأة في البيت هي اللي بتنسق البيت، ما حدش يقدر ينكر ده، وهي اللي بتنظم جدا بجد الدنيا يعني، المرأة هي والدة كل حد فيكم اكيد ما شاء مدرسة. الله هي منظمة البيت ازاي ومشية البيت ازاي صح؟ المرأة هي عبارة عن مدرسة المجتمع عموما يعني، صحيح، هي اللي بتنمي نفسها وبتنمي عقلها، وفي نفس الوقت هي بتنمي عقل مسؤولة. النص التاني من المجتمع، مش كده؟ بيتربى على مش هي ايديها. بتربي الاولاد عشان بالظبط. يبقوا بعد كده يجوا يقولوا بقى المرأة بالظبط. ومش عارف ايه، وهي المرأة اصلا مربياهم المرأة. بالظبط. تمام، فيعني المرأة ليها بتسيطر دور يعني كبير. لا فيها الحقيقة ليها لما دور بتاخد كبير مركز طبعا. او بتبقى في مكان بتحافظ عليه كمان جدا وتحاول تنجح فيه اكتر. بالظبط. بالظبط. ده حقيقي. تمام، ربنا يوفقكم. ونروح لك بقى بعد الاسرة في البيت بتشجعك، والدتك ووالدك بيشجعوكي؟ بيشجعوني جدا ما بيقولكيش يعني. بطلي نشاط شوية وخليكي مع المذاكرة والكلام ده ولا؟ لا ما هو اصلا انا المذاكرة بتاعتي رسم. رسم. لا هو مش رسم، مش حاجه سهله برضو، بس يعني طبعا المجال حلو يعني، ان انا ابقى اشترك في الانشطه واتعرف على الناس واتعرف على مجالات كتير، وادخل في ادخل مع الناس بره. تمام،
بدخل مع الناس بره، يعني حاجه كويسه ان انا غيرت شخصيتك الانشطه دي يا وعد؟ يعني كنت داخله بشخصيه وتغيرت الشخصيه دي بعد لما بداتي تمارسي النشاط؟ كتير كتير. تمام. طيب بالنسبه لك يا غاده، عايزين بقى نعرف ايه موضوع عضو برلمان ورقه بوزاره الشباب والرياضه، وانت كمان يا وعد مش كده؟ لا بس انا مشاركتش قوي، يعني هو رحت مقابله واحده. هو عضو مش فعال شويه. مش فعال؟ مش فعال قوي. مش فعال بس يعني رحتي معاهم وشفتي بيعملوا ايه؟ يعني انت عضو فعال بقى معاهم؟ انا يا عضو فعال. كنت ايه الفرق بقى يا غاده؟ العضو الفعال هو بيشارك في ندوات مثلا بتحصل في البرلمان، او بيشارك في لو في مثلا مؤتمر او حاجه هتحصل بنشارك فيها. لان انا طبعا لما كنت بشتغل مع البرلمان السنه اللي فاتت كنت حاضره المؤتمر. انت عرفت عنه ازاي اصلا؟ يعني من الكليه. من الكليه. تمام. كنت ممثل برلمان المراه من وزاره الشباب لرئاسه ده الجمهوريه. ده دوره ايه اصلا بقى؟ لرئاسه الجمهوريه. لرئاسه الجمهوريه. ورحت بقى رئاسه الجمهوريه؟ كنا قابلت الرئيس عادل منصور ولا مين؟ لا، كان الرئيس محمد مرسي. قابلت الرئيس محمد مرسي. أيوه. ربنا يسامحه. ايوه. يلا مش مشكله. ف طيب عملتوا ايه في برلمان المرأة؟ هو يعني يمكن كنت بتجهزوا؟ البرلمان من ساعة طب مالناش يعني علاقة بمحمد مرسي، لكن كنت بت يعني هو من بعد كنت من بعد بتنظموا اللقاء. ازاي عشان تروحوا تقابلوا رئيس الجمهورية؟ هو يعني انا عن نفسي ما كنتش منظمة، التنظيم كان جاي من يعني الوزارة. انا منظمة بلغوني بس ان انتي هتكوني موجودة معانا في رئاسة الجمهورية للقاء ده، عشان في يعني كان في بروجرام هيتعمل بخصوص البرلمان والحقوق المرأة عموما. طلبتوا بحاجة لما رحتوا؟ احنا ما اتكلمناش بصراحة. الشباب اللي راحوا ممثلين الشابات اللي راحوا من الشابات هو كان في كان عموما يعني مش شابات بس، احنا كنا ممثلين. انا بقول بالنسبة للممثلين لبرلمان المرأة، قلتوا حاجة؟ طلبتوا حاجة؟ لا احنا ما اتكلمناش اصلا، يعني هو كان تتكلم. الكلام كله كان لدكتور محمد مرسي بس، يعني ما لحقتوش يعني تتكلموا؟ لا هو ما شاء الله هو من بعديها الشعب حتى ما لحقش يتكلم، هو اللي كان بيتكلم. الله يسامحه. يمكن من بعديها احنا حاولنا ان احنا نشتغل في البرلمان، بس طبعا ظروف البلد اللي موجوده، فكانت دايما ندوات، يعني اللي شغاله دلوقتي هي ندوات بتتعمل بس مش اكتر. تمام. طيب وعد رحتي معاهم؟ لا لا في لقاء ده ما كنتي في لقاء، يعني بتتكلموا عن ايه؟ ورش عمل مثلا او رحت لقاء تبع التنميه البشريه جميل. في الوزاره. كنتوا عايزين تقولوا ايه؟ لا ما رحتش قلت حاجه، بس كان يعلمونا او يدونا ندوه مع دكتور تعليميه. بيحاولوا يدوكوا ندوه عشان مهارات التنميه البشريه. انتوا خدتوا اي كورسات خاصه بالتنميه البشريه يا غاده او نوار؟ لا احنا ندوات عموما بس يعني. واضح عليكم ما شاء الله انكم بتطبقوا العملي التنميه البشريه، ما شاء الله عليكم بجد. طيب الحقيقه فكره انه الطالب ما يبقاش بس موجود في كليه يعني للمذاكره والدراسه وبس، لكن ما شاء الله فعال وبيروح وبيجي وبيحاول مارس انشطه كتير، دي فكره مهمه يا غاده. انت حاسه الحمد لله انها دي غيرت في حياتك حاجه؟ كتير، يعني وجودي اصلا في الانشطه واللي خليني انزل بعد كده للمجتمع واتعامل معاه او ادخل البرلمان، ده في حد ذاته لا يعني اداني ثقه كبيره في نفسي ان انا بعد كده اشتغل في المجال بتاعي، وانا يعني قادره فعلا اقف في سوق العمل كويس. تمام. طيب واسرتك بتساعدك يا غاده ولا لا؟ اسرتك والدك والدتك؟ طبعا بيساعدوني. فرحانين طبعا بموضوع التربيه البصريه جدا اكيد. الحمد لله. مقدرين الموضوع بجد. يمكن في تربيه فنيه في الاول لما قلت لهم تربيه فنيه ممكن يكونوا ما كانوش مقتنعين قوي. هي ماما كانت مشجعاني جدا بصراحه، والدتي كانت مشجعاني جدا على الموضوع، لان هي برده كانت شايفه ان الكليه ليها مستقبل كويس قوي. لكن والدي الى حد ما كان شايف الكليه برده مستوى. قلت له يا بابا انا عارفه يعني الكليه ليها مستقبل ان شاء الله ومستقبلها كويس، ده غير ان انا حاطه خطه مثلا لنفسي همشي عليها باذن الله. بابا هو رجل مثالي والله، انه يسمع كلام بنته في ثالثه ثانوي والله. لا ما بيحبش يعارضني مثلا في حاجه خاصه برايي انا. عارف انك ما شاء الله يا غاده هتحققي حاجه الحمد لله، وده جميل الثقه بين الاب وبنته، يعني الحقيقه دي علاقه مهمه برضه. وانت يا وعده برضه الاسره يعني. انا ماما هي اللي اصلا يعني قدمت لي ان يعني قالت لي روحي، قالت لي على ميعاد مثلا في امتحان قدرات للكليه قبل دخول الكليه، فهي اللي شافت متابعه وقعدت. هي اللي تابعت لي الصراحه مش انا. هي اللي شافت لي. بنشكر ماما بالنيابه عنك، لان هي كان عندها رؤيه الحمد لله، لان بشوفي ما شاء الله بقيتي في الجامعه الحمد لله محققه حاجه، يعني دايما تشرفوهم كده يا رب ان شاء الله. طيب بالنسبه للمعارض بقى وشغل الكليه، انتوا بتشاركوا في معارض بتعملوا يعني؟ نرجع بقى للدراسه بقى. نرجع شويه. ايوه مش كده؟ لما اولا حضور المحاضرات بيبقى ازاي؟ طبيعه الدراسه ايه؟ بتدرسوا مواد عامله ازاي للناس برضو لو ما تعرفش انتوا بتدرسوا ايه؟ ولو في معارض بتشاركوا فيها ولا لا؟ تمام. هو الدراسه في الاول خالص لينا اربع مواد اساسيين في الخمس سنين. تمام. في تصوير وتصميم وخزف ونحت.
دول المواد الاساسيه اللي موجوده معانا الخمس سنين عموما. بعد كده في مواد عملي تانية، دي بناخدها على مدار مثلا كل سنتين، يعني عندنا اشغال بناخدها اولى وخمسه، طباعه تانية اولى وتانية، نسيج اولى وتانية، نجاره السنه دي بناخدها في سنه ثالثه. نجاره هي النجاره مش شغل نجاره نجاره، يعني هو مجرد قشره بنعمل لوح قشره خشبيه. والسنه الجايه باذن الله هيبقى حفر على الخشب. وفي طبعا معادن، مش سهلين انتوا برضه في الكليه مسيطرين على كل حاجه حتى الحرف والمهن كمان. الحمد لله ما شاء الله. تمام، بس ده شغل الكليه عموما، يعني مش شغلنا احنا في جوه الكليه. ما انا فاهمه طبعا، ده نظام الكليه التعليمي يعني. الكليه تمام. طيب الحقيقه نعرف معاكم كمان شغلكم في المعارض، بس هنقف فاصل سريع وبعد الفاصل نكمل كلامنا. انتظرونا بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، ولسه بنكمل حديثنا مع غادة ووعد والجمع بين الموهبة والهواية والدراسة في الكلية. برحب بيكم مرة تانية غادة ووعد، بجد سعداء بيكم جدا النهاردة، نموذج جميل جدا للفتيات المصريات لما يحبوا يعملوا حاجة. غادة يعني يمكن برضه للسادة المشاهدين طالبة مثالية على كلية التربية الفنية جامعة حلوان، ووعد طالبة مثالية على مستوى الأسر في كلية التربية الفنية جامعة حلوان. مش طالبة مثالية على مستوى جامعة حلوان، على مستوى كليه التربيه الفنيه جامعه حلوان. احنا قلنا كده. تمام. طيب هنرجع مره تانية ونقول لك يا غاده، الحقيقه المعارض يعني يمكن اتكلمنا عن مشاركتكم في المعارض وانكم كطلبه ممكن احيانا تشاركوا، بيخليكم تشاركوا في معارض لوحدكم ولا مع الاساتذه؟ لا يعني احنا عندنا، لا مش مع الاساتذه، لوحدكم. لوحدنا. جميل. احنا لينا خمس معارض لازم تتعمل على مدار الخمس سنين عموما، علشان بعد ما نتخرج نسجل في نقابه الفنون التشكيليه. انتوا عضو ممكن تبقوا اعضاء فيها بعد كده، اللي هي التشكيليين. جميل. طيب وعملتي كم عمل لحد دلوقتي؟ هو لحد دلوقتي هو معرض واحد. ده اللي شاركت فيه اللي هو صار اول. ان شاء الله تكملي يعني، لو شاركتي في خمس معارض تقدري تاخدي العضويه. ربنا يوفقك. وانت يا وعد برضو شاركتي؟ انا شاركت في معرض في الجامعه، ف هو تعتبر برضو معرض واحد. تمام، ربنا يوفقك ان شاء الله، ويبقى يعني يكملوا الخمس معارض عشان حسد كمان يا جماعه. طيب احنا الحقيقه في اعمال فنيه خاصه بيكم وهي موجوده معاكم وبتشتغلوها في الكليه، هم لحد ما يجهزوها يعني. هي الاعمال بتتكلم عن ايه غاده؟
هي انا بتكلم عموما عن المواد اللي عندنا في الكليه، سواء خمس نجاره مواد سواء نحت او خزف او تصوير، عموما يعني دي بتتكلم اعمال عن كلها انتوا المواد. عاملينها بايديكم؟ اه بايدينا. والسنه دي كان عندنا مشروع حقوق انسان، لا كان عندنا ماده حقوق انسان، فكنا بنتكلم عن حق المراه في المجتمع، فعملنا زي صوره لينا خاصه بينا، عمل على البرزنتيشن اللي احنا قدمناه في الباوربوينت. الصوره بصراحه يعني هي ناس كتير من بره مصر كلمونا كلموا على الصورة وعلى العمل ده، يعني هم أشادوا عجبهم. بيه. اه اه بالظبط. هو والعمل نسجي نسيك ولا عملتوه ازاي؟ لا 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 لا، هو فوتوغرافر. فوتوغرافر. فوتوغرافيا. ده جميل. طالبة برضو، انتوا اللي مصورينها؟ طالبة اسمها بسنت. هي صاحبتكم هي اه مصورة؟ صاحبتنا. الصورة ست، فيها 6 أشخاص، ال6 أشخاص هم عملنا الصورة دي معاكم؟ الصورة دي. طيب هي يا معانا ريت دلوقتي. نشوف الصورة دي. يعني هي صاحبتكم وهي اللي صورتها؟ هي اللي صورت، زمان هي تصوير اللي صورتها. فوتوغرافي. وكانت جمعت فكرتنا عموما، جمعت فتيات ولا جمعت ايه؟ فتيات. احنا انتوا احنا نفسنا طالبات، انتوا نفسكم؟ الصورة اللي هو انتوا. عشان نقدم مشروع انسان لازم بنتقسم كذا كذا مجموعة، فاحنا كنا حوالي 7 بنات، ال7 بنات نفذنا العمل كلنا مع بعض، وهي اللي صورتنا بسنت زمان. تمام. احنا لحد ما نجهزها يعني عايزين نشوف فعلا الشكل ده وازاي ممكن يكون الناس اتصلت بيكم وعجبهم الشغل. لكن انتوا لما الناس يعني تقبلوا الفكره دي وشايفين ان الشغل حلو، يعني الحياه دي بالنسبه لكم معنويا حلوه جدا. طبعا احنا حاجة شايفين الشغل فظيعة. اهو بدأ معانا يا هو غادة. ده دي ايه؟ شغل تصميم السنة اللي فاتت، ده شغل اسلامي، فن اسلامي. تمام. ده بالايه ده؟ يعني ده خامة ايه بألوان غير كوش؟ الجواش. بالون الجواش. ايوه ده كنا بنحاول ان احنا نعمل العناصر فيه، الشغل اللي احنا نظبط بنشوفه ده العناصر. شغلكم مشترك ولا شغل حد؟ لا لا، شغل شغلك انت شغل غير. يعني شغل تمام حد. تمام ما بس شاء الله شغل حلو قوي. يعني بياخد منك وقت قد ايه ده يا فندم العمل ده؟ هو ده اخد مني وقت طويل لان في تفاصيل كتير موجوده جوايا يعني. طبعا ياخد وقت طويل. ده بالنسبه لك يبقى قد ايه؟ يعني شهر مثلا؟ لا لا لا، مش للدرجه انا دي، مش عارفه وقت طويل يعني مش قد ايه. للدرجه دي. طويل هو على حسب طبعا كل ماده، تمام. يعني ده مثلا ممكن ياخد مني حوالي اسبوعين اسبوعين. او 3 اسابيع شغل رائع مستمر ما شاء الله. يعني، عشان طبعا تفاصيله كتير والوانه كتير، من غير طبعا فوق ده كله ان انا دقة ونظافة. اعمل انتي التصميم عملتي ككل. تصميم في سكتش ولا بتعملي على طول؟ لا ده سكتش على طول، لا يعني يعني انا بتعمل له برسمه على طول بتشتغلي فيه على على طول ولا طول. بتعملي له حاجة لا لا في انا، الأول؟ لا انا عاملاه على طول. تمام. هنشوف شغل تاني برضو ليكي. ده ايه ده برضو تصميم ما شاء الله؟ ده بتهيألي فن قبطي. صح. في ايوه في ده عناصر ايطالية فن قبطي برضو، كلهم برضو كان السنة اللي فاتت. كنا بندرس تراث. عموما التراث الإسلامي أو قبطي فبتعملي بقى أو بتاخدي شعبي. وحدات من الحضارة دي مثلا او من بالظبط، العصر. بحاول ان انا اعملها مع بعض يعني. لا شغل جميل جدا الحقيقة. في ليكي زملاء اقباط مثلا شافوا الشغل ده معايا عجبهم؟ طبعا. بيكتشن. يعني شغل في وده تقدير برضو كمان للسيدة قبطي. العذراء وشغل جميل قوي بالظبط الحقيقة. ده برضو تصميم الالوان قبطي. جميله كمان يا غاده الحقيقه. انت بتختاري الالوان كانوا مع نفسك يعني؟ لا مش مع نفسي، هو بختار الالوان اللي موجوده في الفن القبطي عموما، لان هي انا دي باخد الوان موجوده في الفن مرتبطه القبطي. بالفن مرتبطه نفسه. بالفن هو القبطي. دي صوره ولا رسمه يا غاده اللي انت عاملاها؟ لا رسم ده رسم رسم. رسم. انا فاكراها صوره على فكره. لا انت لا حطيتي رسم. عامله عليها يعني خدتي صور وعملتي عليها تشكيلات. انت رسمها؟ انا رسمها بايدي. انا دخلتها صور والله مش شايفاها من بعيد بس النظر. انت فاهمه ما شاء الله. لا ده رسم، ده رسم في التصميم. تمام. ده وده ايه؟ كان المشروع النهائي برضو السنة اللي فاتت، ده فرعوني، عناصر زهرة فرعونية. اللوتس وكده. بالظبط. الوان رائعة يا غدا الحقيقة. ده ألوان برضو الفن الفرعوني. الفرعوني طبعا، بالظبط. الحضارة الفرعونية. تمام. في ايه تاني؟ ده نجارة زي ما نجارة. كنا بنتكلم عليه. دي قشرة بقى يا غدا؟ دي قشرة، ده كانت حاجة يعني زي 3D كده شوية. كنت عملت الخشبتين على بعض بحيث ان هي مثلا تبقى كأنها واحدة فوق واحدة. هي دي وهي ايه اصلا. اصلا؟ ما هي كده بالنسبه لنا احنا شايفينها كده. هي ايه؟ لا هي بتتحط على الترابيزه مثلا، بتبقى زي حاجه تحط عليها كوبايات حاجات السخنه وكده. عجيفي. ده انتوا حاجه كمان مسخنه. بتعملوا وحدات تقدروا تستخدموا؟ الله. ده ايه بقى ده ده؟ انت نحت ده رائع. فرعوني السنه دي. انا حاسه انك يعني عارفه جايبه جدران فرعونيه ايوه وحطها قدام. بالظبط، ما انت هي كنت عايزه كانت زي توصلي كده؟ جدريه فرعونيه. النحت الفرعوني عموما كده، او النحت ده عموما جميل. السنه دي في الكليه البلاطات دي والله بشكل. بتعلم البنات حاجات جميله جدا ممكن يستغلوها بعد كده في بالظبط. بيتهم مثلا، ايوه ما ده بالظبط في المشروع، مشروع ده صغير مثلا. مشروع انا مقدماه السنه دي في وزاره التعليم العالي باذن الله يعني يتقبل. انك تعملي ايه يا غادة؟ المشروع السنه دي باذن الله ان انا عايزه طلبه من الكليه عندي يخرجوا للناس اللي موجوده في المناطق العشوائيه، يبداوا يدربوهم حرفه معينه من الحرف اللي موجوده قدامنا طبعا المتغيره دي، ده مشروع صغير. بحيث ان الاسر دي تقدر تجيب
بعد كده عائد مادي طبعا منها. طبعا دي فكرة مهمة قوي، ممكن يعملوا الشغل ده بالظبط، ويعلموهم هو لهم بسيط يعملوا جدا منه مشروع صغير. صحيح سهل يعني، تعليمي هو ولا؟ اه هو سهل ده تعليمه جدا. نحت يعني، ممكن مثلا نختار حاجة زي الأشغال أو حاجة زي اه النجارة، زي النسيج زي النسيج ده في حد ذاته يعلم هيساعد الناس. كتير. اه هو بيبقى سهل دايما المشروع ده لوزارة التعليم العالي، في لوزير مكتب إدارة الوزير المشروعات، لا في في إدارة إدارة المشروعات المشروعات، مقدمينه دلوقتي وبإذن الله إنه يتنفذ تطوير يعني، المشروعات. أو اه حتى لو ما تنفذش في الوزارة، إحنا احنا كشباب ممكن موجودين في اه الكلية بإذن الله كشباب إحنا ممكن ننفذه ننفذه يعني. ممكن الوزارة تدعمكم يعني، بس هو لو ما يا دعمكوش ريت. ما شاء الله باين عليكم مش هتقفوا يعني. لا لا ما فيش حاجة، الحمد ما لله بتوقفوش متوقفنا. خالص لا لا يا غادة ما شاء لا الله، ما بتوقفوش يا وعدة. بنحاول ندور على حلول تانية، ويمكن بنحاول ده اه اللي البلد دلوقتي محتاجاه فعلا، ان ده احنا رأي نلاقي والله حلول كويس ان جديدة. شباب وحياة ربنا بيفكروا بالشكل ده يعني، مفيش شباب بجد بسهولة بتفكر في حلول بديلة. نشوف ده معاكم خزف كانت هو زي بلاطة، هو زي النحت، هو اه قريب للنحت شوية بس ده خزف. بلاطة سيراميك ده ولا ايه؟ زي اه سيراميك، زي اه السيراميك. بعد كده وعاملين سمك فيه ايه بقى؟ السيراميك. ده عناصر ريفية وكده اه بيتركوا هو فيه. ده بيت شفتي ريفي، بقى اه مش سهلين. ايوه صح ده بيت ريفي. جميل، انتوا نو حافينه كله في ال في ال اه هو في الواجهة بس آه. اللي قدام، بحيث ان هي تبقى عاملة زي البلاطة، زي ما بنشوف مثلا صعب في قوي متهيألي بيت ديت. رويال او اه كليوباترا او الحاجات دي، اه لا البلاطات يعني اللي بتبقى منفصلة عن بقية بس مش المتبقى. سهلة دي يا غادة بتهيألي، مش سهلة يا ولد. هي كلها ريليف. لا هي والله هي ايه سهلة ريليف؟ بس معلش ان عشان الواحد حضرتك انا ما اعرفش حاجة في الفن خالص. ريليف اللي هو حف بعمل مستويات، لا زي اللي انا شايفاه ده شايفاه، قدامك ده انا ريليف. حاسه ان البعد تالت الحقيقه. او اه بتعمل الى حد مستويات ما. عاليه ومستويات واطيه، صح اه اه باستخدام ادوات بسيطه، هو بسيط بس الريليف محتاج محتاج مجهود. مجهود. تمام بالريليف ده اهم حاجه. اه الريليف اللي هو اللي هو التقنيه ايه نفسها، التقنيه نفسها؟ التقنيه التقنيه نفسها. ده نجاره برضو، انا اعتمدت السنه دي ان الموضوع بتاعي يبقى كامل عن النوبة. النوبه يعني والحاجات دي. اه بالظبط، البيت ده بيت نوبي اللي انت عدى ايوه ده، وده بالظبط. كده مكمله ما شاء الله. ده لا بس ده دي ماده تانية، بس انا حبيت ان السنه دي عموما شغلك يبقى كله في فكري كل يبقى المواد لوجو. يبقى متناسق مع بعض في بالظبط الاخر، ده مش مطلوب منكم بس انت حبيتي اه لا تعمليه كده ده مش بقى. مطلوب يعني، ده ده فكره كويسه يا غلبه الحقيقه. برضو ده قشره بتقص. هو الناس ممكن تفتكر ان هي سهله بس هي صعبه شويه، ان لا مش سهله طبعا بالنسبه للناس اللي ما بتفهمش في الفن او يعني او ما بتشتغلش فن، ما تقدرش تعمل ده بسهوله. ده برضو شخص نوبي تقريبا مش كده؟ اه هي دي نجارة لوحة برضو للفنان بنجارة تبع قشرة. الديكور، اه بالقشرة انت خشب عامل بقى على القشرة. القشرة؟ اه ده قشرة، قشرة هي خشب. قشرة خشب فاتحة لانه اه ايوه قشرة الخشب فيها طبيعي وصناعي، الصناعي بيبقى الوان الوان فاتحة احنا اه بتبقى مظبوطة. اه بنصبغها. بتصبغوها اه بايديكو؟ اه اه دي الصناعي، دي انتوا صناعي. مستهلين على فكرة. ماشي. الطبيعي بتبقى جاي من دي من لوحة طبعا الشجرة للفنان نفسها. ديكور. اه ما شاء الله عليكم، يعني انتوا بتشتغلوا صباغة كمان بايديكو. اه ده كل ده مشروعات صغيرة على فكرة، اه ده كل يترجم كله يا جماعة المشروعات بالظبط صغيرة مشروعات يعني. شوية. السنة اللي فاتت كان عندنا جراء، دي دي بقى حاجة رائعة، عملتها على رسم البيت، رائعة على بقى، على ده نتمنى حيطة نشوف البيوت الأوضة بتاعتي، المصرية كده. دي ايه عملتها على على حيطة الأوضة بتاعتك؟ اه طب اديني رقم بقى يا غادة. خلاص. بجد شغل جميل جدا، لما تصحي من الصبح تلاقي الألوان المبهجة دي شيء رائع يعني الحقيقة بجد والله. انا برضو ماما خدت مني وقت بتستغلنا في الشقة وكده، بس طبعا. اي حاجات حد لازم لازم اي يستغلنا. حد في الفن لازم هيشخبط على الحيطه. شغل جميل الحقيقة. ميرسي. خد وقت منك قد ايه ده؟ دي بالظبط اخدت مني حوالي 7 ساعات متواصل. كام؟ 7 ساعات متواصل. وماما سابتك تكتبي على الحيطة عادي؟ اه لا عادي، هي عارفه ان انا في الاخر يعني هتطلع انتي حاجة حلوة. اوضتك اعملي اللي انتي عايزاه يعني، بلاش اه بره. ايوه وطبعا لما عجبتها نفذت حاجه تانية موجوده برضو معانا، نفذتها برضو في الاوضه، حاجه اوكي. دنجوره. عبارة عن ايه؟ ده 3D، هندس شغل 3D هندسي، نجاره برضو، رائع. لوحه نجاره. خد وقت قد ايه؟ ده حوالي اسبوع ونص. اسبوع ونص. اه انتي ما شاء الله معاكي بس هو ربنا. اسبوع ونص عشان بشتغل في حاجات تانية يعني، ده اه ممكن في تاخد اربع بالظبط مواد تانيين يوم ما شاء يعني الله. اللوحة نفسها. اه طبعا. دي اخدت مني بالظبط 3 ايام. دي ايه غير النجارة برضو، نجارة عبارة عن ايه؟ برضو قشرة. مسجد ده؟ بيت نوبي او بيت ريفي، وانا برضو زي ما قلت لك من شوية ان انا معتمدة اكتر على الشغل النوبي يعني، انا بحب جميل. النوبة جدا بصراحة. ملهمة اصلا النوبة جدا اه حلو، جدا. وده شخص نوبي داخل يعني مكان. دي نفذتها على البيت، على على الشهيرة؟ حيطة البيت. اه رائع. ده شخص، هي واحدة المفروض واحدة نوبية. نوبية، ده نفذتها على حيطة البيت عندنا. جميلة جدا. البيت عندكم على فكرة واضح انه فيه اعمال فنية كتيرة يا غير. ده تصوير
التصوير ده، تصوير زيتي. لا هو انا عاملاها بالوان الووتر كلر، الوان ميه. الوان ميه دي الوحده اللي انت قلت لنا عليها. ده تكمله ليها على حيطه البيت، على الحيطه. هايل والله. ده نحت. انت عارفه يعني دي مشروع صغير جدا، لانها ممكن السياح او كده يعني، دي بتعبر جدا كانك نقله جدران على الحيطه. دي صوره بقى قولنا. ده مشروع هو يعني. ده مشروع هو. قولنا بقى انتوا عايزين تعبروا عن ايه. هناخد هنخلي الصوره دي معانا شويه عشان نقدر نفهم يعني. تمام. هو بقى كل واحده فينا بتتكلم عن قضيه معينه من قضايا المراه. اول واحده بتتكلم عن التميز، بعد كده عن العنف، بعد كده التعليم او محو الاميه، وبعد كده الصف الثاني بيتحرش. اول واحده التحرش، انا كان بتكلم عن الختان، زميلتنا بتتكلم عن الـ عن الـ عدم اللي هو التعبير، حق التعبير، حق التعبير، حق التعبير والعمل، والعمل، حق العمل، حق العمل، وحق العمل. ده شيء جميل. فكرتوا في الفكره ازاي؟ رائعه الحقيقه. هو انا بصراحه يعني من ضمن البرلمان انا اقترحت عليهم الفكره، قلت لهم احنا ممكن نعمل حاجه عن المراه وعن حق المراه. فهم طبعا ساعدوني في جدا في الموضوع ده، ورحبوا بالفكره نفسها. حبينا نعمل فكره جديده. فقلنا نصور عاملين ابيض واسود. قصدين لان احنا بنتكلم عن قضايا يعني تعتبر قضايا مش كويسه بالنسبه للمراه جوه المجتمع، عشان نشوفها تاني برضو. بالظبط. كل واحده فينا بتتكلم عن قضيه معينه. هي كانت عامله موضوع الختان، وانا كنت عامله عن محو الاميه. انتوا فين؟ انا مش الحقيقه مش شايفه. هي تحت في الصف الثاني وانا فوق في الثالث. ثاني واحده في الصف الثاني. انت كاتبه عامله قد ايه يا غدا؟ الختان يا غدا. وانت يا وعده؟ انا المحو الاميه مغميه عيني. مغميه عينيكي عشان الاميه طبعا ظلام يعني. واصحابكم بيعبروا يعني اول واحده بتعبر اول واحده قبلك يا وعده. التميز، تميز ما بين اول واحده بتتكلم عن الزواج المبكر. ده من ناحيه دي يعني مش ما انا عايزه افهمها منك مثلا يا وعده. قولي لنا يعني اول واحده ليه عامله كده؟ الاول واحده اللي المفروض ان هي كانت لابسه خاتم زواج. زواج. وعينيها بصه لتحت انكسار. بالظبط كده. الصوره اللي بعديها اللي هو انا كنت بتكلم عن محو الاميه، فعامله ظلام عشان عامله ظلام، ماسكه كتب. العنف، ماسكه كتب في ايد. العنف مالها بقى؟ العنف كنا عاملين لها شعرها منكوش. مضروبه بالظبط. العنف في صوره هي ماسكاها، كانت بتتكلم الرجل بيأذي المرأة طبعا. وبعد كده التميز، الصوره مكتوب فيها مجتمع اعور، في واحد قافل عينه فيها راجل وواحد تاني فاتح عينه، في مرأة ورجل، مجتمع سليم. الصوره اللي بعديها عن التحرش، ليلة التحرش اللي هي تحت، تحت اول واحده يمين ولا شمال؟ شمال. اللي ماسكه ولد عليه علامه غلط ده؟ ايوه بالظبط. ده ولد. ليلة التحرش. لا، مرأة. بعد كده جودي غدا. الختان. اسمك الحرف جودي. عامله اسم سري يا غدا. عن الختان، اللي هي ماسكه ايه بقى؟ المرأة برضو، صوره مرأة في سيف في بقها يعني. ممنوع. هو حاجه بتعبر الى حد بتعبر طبعا. طبعا ما انا يعني بس هي بتعبر عن ازاي الم نفسي وشيء في يعني عنف شديد جدا ضد المراه. وفي اسراء حاطين ماسكه ورقه، حق التعبير انها تقدر تعبر، زي المظاهرات، الاعتصامات، الحاجات دي. هي كانت بتتكلم في الموضوع ده في البرزنتيشن، حتى لو هي مثلا هتنزل مظاهره او زي ما تقدر تعبر عن رايها. اللي نزل البنت المظاهرات، لا انا من حقي ان انا انزل واشارك وان انا اقول رايي زي ما انا عايزه. الاخيره حق العمل، ماسكه ايه بقى؟ هي كانت مكتوب من حقي، من حقي ان اعمل، من حقي ان اعمل. ما كناش عاملين لها صوره. ويمكن ناس كتير جدا تشوف ان الصوره دي مش موجوده حاليا في المدينه، يعني مش موجوده. قليل قوي ما هنلاقي مثلا حق العمل او الختان موجود هنا في المدينه، بس ده موجود ومازال موجود. مازال بيعملوا الموضوع ده في بعض المناطق الشعبيه في المدن، بتلاقي برضو موجود المواضيع دي. كويس قوي انكم اخترتوا الموضوع ده. انتوا قلتوا انكم عملتوا برزنتيشن متعلقه بالصوره. البرزنتيشن كان فيها كلام وفيها معلومات، كلام ومعلومات كتير حاجات بقى بالتفصيل، بالتفصيل اكتر. ده اللي اتكلمنا فيه، بس ده كان في الباوربوينت في المحاضره. ما انا فاهمه. اختياركم للموضوعات يعني او المعلومات اللي قعدتوا تجمعوها، جمعتوها مع بعض يا غدا؟ مع بعض. وكل واحد كان بيتكلم عن حاجه. خدتوا ملف معين كل واحد عن الحاجه اللي كان ماسك صورتها. بالظبط. اتكلمتي عن ملفك مثلا الختان، قلتي ايه يا غدا لو تفتكري؟ هو انا ما اتكلمتش عن نسبه الختان قوي، او ما حبيتش ان انا يعني ادخل فيها. اكيد النسبه بشعه يعني. هو نسبتها كبيره،
بس مش قوي هنا في مصر. يعني هي يمكن مصر بتحتل المرتبة الثالثة تقريبا او رابعة في الموضوع بتاع في الحرارة العالم في العالم. في الدول العربية في العالم؟ الدول لا في العالم، ما شاء الله. تحت المركز الثالث تحرش برضه، تحرش في التحرش المركز الثالث. لا احنا على الحمد ده لله للاسف يعني محققين نسب نسب فظيعه عاليه جدا في اشياء خطا جدا ومش صح ابدا، وده مش المفترض يكون في المجتمع المصري والله. طالما في شباب زيكم وشابات زيكم الحقيقه عايزين ينتجوا وعايزين يعملوا، مفترض والله ان النسب دي ما تكونش موجوده. المفروض بنات زينا بتعترض على وجود برضو قضايا زي كده، فده جميل. احنا بنتمنى ان احنا بعد كده نلاقي في حل ان شاء الله. تمام. طب لسه معانا صور برضو يا غاده ووعد شغل هنشوفها معاكم. ده كانت رسم سكتش عادي، فيجر تصوير فيجر. تمام. الاوبرا اوبرا، الله مين عملها؟ انا انت ده شغلي انت شغلك انت بقى ده شغلي بالقلم الرصاص او الفحم. رائع يا وعد، تسلم ايدك. ده بالووتر كولر، ده كان بداية شغل. ده بتنجان. بتنجان. اخترتي البتنجان دونا على اي حاجه عشان بتنجان اللي احنا عايشين فيه صح؟ ممكن. انت اخترتيه بجد؟ مش لا هو انا مش اخترته، حيويه جدا الصوره، انتوا بتتعلموا الظل. ده نحت، كنا بنحاول ننحت وش بس هو قالب على بجد. كليه رائعه بتعلمكم حاجات حلوه جدا. هي بجد جميله جدا يعني، حاجات كتير بين الطاقات الشباب. الشباب اكتر نجاح ده بعد ما الشباب. خلصت اللوحه. ما شاء الله عليك يا وعد، تسلمي. حيويه جدا يعني، تحس انك عايزه تتغدي بقى. ده خزف بس الصوره مش باينه قوي، خزف بومبونيره. بومبونيره بالخزف. انت عاملاها بايديك؟ عاملاها بايدي. انت كده دخلتي كفنون تطبيقيه، عشان تبقي عارفه فنون تطبيقيه دايما بتعلم الناس الفن توظيف. من خلال توظيفه. ما احنا برضو بنعمل الكلام ده، بنوظفه، لازم نوظفه. ما شاء الله عليك. ده تصميم شعبي. واضح. الجامع والحلق. ده كان مرحله ان انا اوصل تلوين، يعني احنا بنجمع الاول عناصر، بعد كده ندخلها في بعض ونعمل الشكل ده، بعدين نكبرها ونبدا نلونها بالوان جواش. دي مرحله من المراحل. مرحله عندنا بعد كده المرحله الثانيه يا واد. لا انا مش حاطه المرحله. ما شاء الله. طيب عندنا ايه تاني؟ خلصوا كده ولا لسه؟ لا في تاني. ده خزف فازه. طبعا انت عاملاه بايدك كلها من الالف للياء. من الالف للياء على طول. واشتغلتوا فيه؟ عندكم فرن في الكليه ولا حاجه؟ عندنا فرن بس انا ما بحرقش الشغل بتاعي، يعني بشتغل الاول نحت. لا يعني عشان تشكلي بتاع. لا الطين بنشكله بايدينا، الطين الاسواني، ونعمل الشكل وبعد كده في الاخر نحطه في الفرن علشان يوصل لمرحله الاخيره والجليز وكده. ده برضو تصميم قبطي رائع بالحبر الاسود برضو. ده نحت تمثال، المفروض نحت فرعوني بس انت عامل التمثال ده كله؟ ده طويل جدا صح؟ لا 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 هو حاجه كده 30. كبير مش صغير. كده يعتبر 30 سم. انت كنت عايز تعملي 4 متر. ده برضو هو بس من الجنب. ما شاء الله عليك، حلو قوي. ده تصميم اسلامي بالحبر برضو، ومرحله تانية. دي طباعه، بنستخدم مثلا مسمار، اي حاجه بنرميها يعني، مثلا كوبايه، ظهر كوبايه، اي حاجه، بصمات، اي حاجه تعمل بصمه، دانتيل بتاع دي، نحطها في الالوان ونبدا نعمل بيها شكل، فتطلع كده في الاخر يعني ريشه، في ريشه، في خيش. بقى من عنصر. دي كده عناصر كتير يعني عشان تطلع اللوحه دي. ما ينفعش يبقى فيها بصمه واحده. بصمات كتير عشان تدي شكل، عشان تدي شكل فني في الاخر. بس برضه بيبقى التصور في ذهنك انك عشان تطلعي حاجه. لازم الاول يعني انا عشان في ناس بيبداوا يشتغلوا على طول على دي قماشه. على القماش. انا الاول برسم تخطيط الاول عشان خاطر اعرف اطلع ايه. واضح والله ما شاء الله، والالوان حلوه قوي. ايه ده؟ بتاعت الغدا دي. صوره ثانيه جامده جدا، فكره ما شاء الله. ده بالنسيج، خياطه نسيج. يا شيخ انتوا بتشتغلوا كل حاجه يا جماعه، كل حاجه. انتوا مش عارفين بس ما شاء مش الله. كامله، بس مش كامله. عشان كده فعلا بقى كنت متضايقه جدا ان احنا مثلا كطلبه في الكليه في ناس كتير بتخرج مش لاقيه شغل، او في الاخر بتشتغل مثلا في مدارس حاجه يعني. لا يعني ما بيستغلوش الجزء ده في ان مثلا. طبعا بالظبط. يعني فاهمين ايه دي يا وعد؟ دب خيط الصوف او حرير او اي حاجه، هو بتبقى سده متسديه على خشب، وابدا انا ارسم. متسديه؟ هو
في الاول نول ده ولا حشا. ايوه نول بالظبط، نول. ايوه نول. ايوه قولي لنا اللغه اللي احنا نعرفها حضرتك. نول دي ما فيش. والخيوط اللي متسديه عليها اللي هي مش الوان نازله، اللي هي مربوطه كده، مربوطه. بعد كده بالالوان ابدا انا اشتغل، احط الرسمه، احط الوان، برضو بتبقي مصممه في الاول يا ورشه. لازم يكون في تصميم والوان، وكنت عامله في تجارب. ده بياخد وقت جامد جدا، صح؟ لحد دلوقتي مش كامل. طب وما يخلص ده، مفترض ان هو تاخديه بقى يتعمل بيه ايه؟ انا يعني شكل السجاده صغيره. شكل سجاده صغيره. انا كان ممكن كنت هدخل بيها برضو صالون المسجيات، بس ما كملتش. لا ان شاء الله ان شاء الله السنه الجايه ان شاء الله. ده ايه بقى؟ ده طباعه بال اسمه ايه ده، بالشمع. بالشمع باتك. باتك، ايوه باتك بالشمع. ده فن برضو من الفنون العريقه يعني في مصر. بنجيب نوعين من الشمع، شمع اسكندراني وشمع تاني لونه ابيض، بنخلطهم على بعض على النار، وباي فرشه او باي حاجه ممكن ناخدها ونرسم بيها. يا جماعه انتوا مش سهلين، بقول لكم مره ثانيه. شمع ايه وبصهري وقاعده وشغاله ان شاء الله. في صبغه او في صبغه، الالوان دي صبغه. الابيض ده شمع. لا الصبغه لا. بنشتريها، الشمع هو اللي بنعمله بايدينا. الابيض ده شمع. الصبغه بنجهزها في البيت يعني. لا ده انا كنت كان قصدي زي وعد، هو في صبغات كمان بتعملوها في البيت. انا قصدي تخلطوا صبغات على الشمع يعني بايديكم. بايدينا. والصبغه تعملوها في البيت بالظبط. بالظبط كده. كتير يا غالي علينا النهارده، بس ما شاء الله عليكم. كله بتنجان، كله بتنجان. ده صورتي. صورتك. كنا بنجيب خشب بنحفره على الخشب الاول، طبع برضو بصمه. ده يعني ده دي طباعه. جميل. دي قماش. ما شاء الله، بس حلو جدا طبعا. ده خزف كنت عامله فواحه، بس هي مش باينه قوي. انت ما سبتوش الخزف ولا الطباعه ولا النسجيات؟ ولا ده من الماده الاساسيه عندنا، ماده اساسيه يعني 5 سنين. بس ما شاء الله يا غاده، يعني انتوا مش سايبين ولا مجال حبيبتي، ما شاء الله عليكم. يعني الناس بتبقى في الكليات التانيه متخصصه في خزف او يعني بيتخصصوا في حاجه. يعني ايوه زي فنون جميله نسجيات او حاجه معينه. احنا بناخد فنون طبيعيه برضو. احنا بناخد مش عارفين ده تصوير. ما شاء الله ربنا يوفقكم، وربنا يعني برضو جهود برضو من الاساتذه بتوعكم طبعا في التربيه الفنيه واضحه جدا يعني. تمام. يعني الطالب اكيد ما دخلش بالمستوى ده، فاكيد في مجهود وراكم كبير جدا. كموهبه طبعا، بس الدكتور اللي عامل جامد. ده ده تصوير فرعوني، رسم على ده برضه مساحه نص ولا عادي؟ لا دي لوحه عاديه، وانا اديتها تاثير. مش عارفه لو عملتي الرسمه دي على بردي تبقى مشروع صغير برضو، لو جبتي ورقه بردي ساده ورسمتي عليها. ممكن بالالوان المخصصه دي. بردي على فكره تمام، خلي بالك. انا ممكن اعملها بردي. ده برضو نفس العناصر، بس يعني اديتها لمسه مودرن كده. ما شاء الله عليكي يا وعد، و ممكن التأثير نفسه يعني تأثير الورقة نفسها، احنا نعمل البرد ده بايدينا. مش لازم نشتري، مش لازم تعملي، لازم باردي. يعني بصي ما بتسيبيناش يعني. انت شفتي احنا عاديين يا جماعه، شفتي الصوره افتكرتيها باردي. انا اللي مديها تأثير. انتي مديها تأثير. انت شوفي باردي باللون الاصفر، باللون الاصفر والاوكر والبني. ما انا عشان كده بقول لك ده باردي. لا هو مش باردي، هو ورق عادي. نجحتي في انك تخدعينا. الحمد لله ما شاء الله. هو ده اللي انت عايزاه يعني؟ هو ده اللي انا عايزاه. ايه ده؟ ايه ده برضو؟ دي صورتك برضو؟ دي صورتي خشب. بيعلمونا ازاي ننحت على خشب، بعد كده ندهنها لون ونحطها على قماش، يعني حاجه كده. نحته على الخشب ونحته على الصخر ونحته على الصخر. بصراحه لسه لسه الصخر. لا كده، لا لا كده في مستواكم يا جماعه. مش ايوه ينفع. ما شاء الله. ده ايه ده؟ وجوه الفيوم. الفيوم تصوير. كان المفروض الدكتور قال لنا نشوه الصوره شويه، فانا شوهت جزء، يعني جزء جميل وجزء سيء في الصوره. في جميل في البنت. يا بعد ما شاء الله. ده برضو اللي هو الباتك بالشمع الابيض، الشمع وبعد كده الاكازيد الفلاحه. هي تصميم فلاحه في الاخر. واضحه طبعا لما قلتي، صح. رائع، الالوان رائعه الحقيقه. ده تصوير رسم في البيت كده رسمتها. بعد ما لونتها مرأة يعني مصرية دي ولا مش بتبص في المراية المفروض شايفة نفسها كده. بالظبط. دي واحدة صاحبتي كنت رسماها. بالالوان الخشب. ما سبتيش كمان البورتريه؟ ماشي يا واد. وانت يا غدا برضو؟ لا انا البورتريه ما بعرفش. انا البورتريه برضو مش قوي، بس يعني نجحت ان انا اوصل. هي دي صاحبتكم يا غدا ولا انت اللي تعرفي؟ دي صديقتي. انا انت تعرفي ما تعرفيهاش؟ ده خداع بصري بالقشره نجاره. برضو كانت وظيفه تبقى سنادة كوبايه. طيب تمام.
برضو قشر خشب ما شاء الله. هندسي. كل ده وتخرجين تربية فنية مش بيلاقوا شغل؟ اه والله بجد. بيهزروا والله. ده برضو قشرة خشب كان الفكرة، على كمان فكرة مش يعني في أي كلية عموما، الفكرة في في خريج الكلية دي ان هو ما بيلاقيش حلول جديدة يحاول ان هو يشتغل فيها. يعني مجرد انا عايز اشتغل في حاجة معينة ما لقيتش الحاجة دي خلاص ما بشتغلش، لكن فكرة ان انا ادور اشوف ما حاجة هو يا جديدة رب يمكن ربنا مثلا موفقني في حاجة جديدة. لا احنا عندنا في مصر هنا ما بنعتمدش على الموضوع ده خالص. لسه عايزين نسألكوا على اه الموضوع ده الحقيقي. ده ايه وقع دي برضو قشرة تعبير بنت برضه احتضان الذات، دي راسها وهي راسها ايديها هي جميلة. موطية ظهرها. كنت عايزة اشتغل خصلات الشعر. ده تصوير تظليل طبيعة صامتة. رائعة يا عبد الحليم. ميرسي، بس كده خلاص. خلصوا كده. طيب احنا كمان وقتنا قرب ينتهي معاكم، لكن الحقيقه بجد كنا سعداء انه في فتيات مصريات بهذا الشكل، الفتاه المثاليه على تربيه فنيه جامعه حلوان، والفتاه المثاليه على اسر تربيه فنيه جامعه حلوان. لكن قلتي نقطه مهمه قوي يا غاده، وهي فكره انه الشباب هو اللي ما بيحاولش يبتكر، هو اللي ما بيحاولش يدور على الفرصه الصح. انا شايفه الحقيقه مثلا تربيه فنيه ما شاء الله مليون فرصه عمل ممكن تتوفر ليكو من خلال انكم اصلا تكونوا انتوا اصحاب العمل وتوفروا معاكم ناس تشتغل معاكم وموافقين نجيب معانا وتساعدكم. ناس. فايه بقى اللي من وجهه نظرك بينقص شباب مش بس تربيه فنيه، الناس اللي عندها يعني موهبه، حتى ممكن واحد يكون في كليه تجاره مثلا وعنده موهبه فنيه زيكم كده وممكن يعمل الشغل بتاعكم مش لو لازم اتدرب شويه. يكون موهبة فنية، يعني الفكرة كلها ان انا ازاي الاقي حلول لنفسي ان انا اخرج من نطاق ان انا مش لاقي شغل، ان انا عايز اشتغل في حاجة معينة صحيح. ايا كان الحاجة دي. يعني ممكن ما الاقيش نفسي مثلا في الفن بعد ما اتخرج، ممكن الاقي نفسي مثلا في حاجة تانية، اذاعة، صحافة، اي حاجة تانية ممكن انا احبها اكتر من مجال طبعا الفن الكلية بالظبط. وطبعا علشان انا في الانشطة او في الاتحاد وكده، فده في حد ذاته بيفتح لي مجالات تانية مثلا في صحافة، في حاجات تانية غير الفن. غير الفن بس خالص. الفن ده حاجة أساسية بالنسبة لي لأن هي دي دراستي إن أنا بدرسها، فالفن ده حاجة يعني نمبر وان وخاصة بالنسبة انك لي درساها وانتي حباها يعني. بالظبط. فطبعا موجود كل الأقسام الموجودة دي عندنا في الكلية، ونقول لا احنا مش لاقيين شغل، لا يبقى ممكن الدولة يكون ليها عامل في الموضوع ده، بس العامل الأساسي بيبقى على الشخص نفسه اللي بيقول أنا مش لاقي شغل في صحيح. الجزء الفلاني. رأيك ايه وعلا؟ بس ممكن المشاريع دي محتاجة تمويل، محتاجة فلوس. في ناس بيبقوا فهي دي الفكرة فنانين اللي مفيش فظاع تمويل بجد، بس مفيش تمويل، مفيش عائد مادي. محتاجين تشوفوا ان الدولة بتدعم الشباب وخاصة الموهوبين في اي مجال، في في اي الشعر، في مجال. الغنى، في يعني الموسيقى، في الفن. ممكن طالب واحد يمسك منطقة صحيح. يساعدها في حاجات كتيرة قوي، بس المشكلة هو نفسه ازاي هيساعدهم لو هو مش معهوش والفكرة ان الدولة امكانيات. توفر الموضوع ده، لان احنا عندنا كلمتكم يا غادة، ويمكن بنختم معاكم، للمسؤولين عن الشباب الموهوبين في مصر مفترض يعملوا ايه لكم مسؤولين. بس الفرق؟ والله يعني هي الفكرة بس ان هم يهتموا شوية بان هم يلاقوا فعلا فرص عمل للشباب، او يوفروا للناس اللي عايزة تشتغل فعلا، لان في ناس كتير جدا عايزة تشتغل بس للاسف مع ظروف البلد والظروف الاقتصادية اللي بالظبط. موجودة اللي احنا فيها مش مساعدة خالص ان الناس تشتغل حقيقي كويس. حقيقي. وعد، تحبي توجهي رسالة للشباب اللي زيك اللي في سنك اللي بيقول احيانا ان انا ما عنديش فرصة عمل او ان انا مش قادر؟ انتوا ما شاء الله شابتين الحمد رائعتين لله. ممتازين جدا، ربنا ميرسي. يكرمكم، ومتميزات ومثاليات على كلياتكم، ومحققين من خلال بس الشغل العملي في الكلية، لسه ما عملتوش حاجة في الواقع العملي، شيء رائع. لسه. تقولي للشباب ده ايه اللي ممكن يلاقي فرصة؟ هو ممكن يلاقوا فرصة والشغل هيبقى واسع، بس هم يعني ايه يحطوا في دماغهم انهم عايزين يشتغلوا، مش مجرد ان هو مش قادرين معهمش تمويل، بس برضو العائد الكبير قوي على الدولة. العبء الكبير على الدولة فعلا الحقيقة. يعني في ناس بس كتير يعني قوي. والله عارفة الشباب برضو يعني احنا طبعا عايزين من الدولة مجهود كبير قوي، لكن عايزين كمان من الشباب انها يعني تحاول. تحاول وتدي يعني في فرص، وفي كل اللي انتوا عملتوه النهاردة ده واللي احنا شفناه معاكم يبين انه في فرص في فرص عمل كتير كتيرة اكيد، قوي وفي بالحاجات ناس دي. كتير كويسة في الكلية وفنانين بجد، يعني اكتر من الشغل اللي انتوا كل شفتوه اللي ده. انتوا شفناه كل اللي شفناه معاكم ده مشروع يعني افكار لمشروعات صغيرة يعني. بالظبط. كل التوفيق ليكوا وسعداء بجد بيكوا غادة، الطالبة المثالية على كلية التربية الفنية جامعة حلوان، ووعد، الطالبة المثالية على الأسر، وكل التوفيق بجد. نتمنى نشوفكم بقى المرة الجاية وانتوا راجعين من الرحلات الخارج اللي قلت لنا عليها اللي إن بيروح فيها شاء الطلبة الله يا رب. المتميزين، لأنكم بجد تستحقوا ده. ميرسي. نشكركم جدا وكل التوفيق ليكم. بنشكركم مشاهدينا الكرام على وعد بلقاء جديد وحلقة جديدة وشباب وقرب.